سؤال تاني، أنا السجن بسكن جماعي، وصلاة الجمعة الأتراك بيصلوا مثلا 10 أشخاص 8 أشخاص، وأنا بعرف إنه لازم يكون فوق 40 شخص لتجوز صلاة الجمعة. لا لا، كلام معرفتك خطأ. ما تدعى أنه معرفة إنما هو جهل. ليس عندنا نص يلزم بأن عدد المصلين يوم الجمعة يكون 40. ما يذكرون أن أسعد بن زرارة كان يصلي بهم أول ما قدموا المدينة وكانوا نحو من 40، لكن ما عندنا نص يقول أن العدد إذا لم يكتمل 40 بطلت الصلاة. ما عندنا نص. وأيضا عندنا لما نزل، فلما كان الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءت عير تحمل تجارات من الشام، وخرج الناس في استقبالها، ما بقي مع الرسول إلا 12 شخصا.